واحد بيقول: المؤلف الكتاب الذي تتكلم سيادتكم عنه، ده لسه الراجل جديد يعني، كويس اللي ما قالش فضيلتكم. بيقول الراجل ده يفتلعي: المؤلف الكتاب الذي تتكلم سيادتكم عنه ألا يعرف أنه هو نفسه قد يكون أخطأ عمدا إلى الله؟ أنا مش أخش في الحاجات الشخصية، أنا أتكلم على الفكر. سؤال: هل الأصح لاهوتيا أن نقول عن المسيح مات عنا أم مات لأجلنا؟ وهذه برضو مشكلة بتاعت المؤلف نفسه. هو المسيح مات عنا ومات لأجلنا، ولما جه يقدم العشاء الرباني قال لهم: يبذل عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. واحنا بنقول في قانون الإيمان: صلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، وبنكرر كلمة عنا أيضا في القداس الإله، وبنقول: هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا ننزل السماء وتجسد إلى آخره، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي.